اهلا اهلا، معكم مها من قناه مها دايري. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون رمضان خفيف معاكم ويبعث لكم فيه الخير والسعاده. فيديو النهارده هنعمل فيه اكله خفيفه وسريعه، مش بتاخد وقت خالص، ممكن تعملوها في الفطور او في السحور. هنعمل فلفل محشي باللحمه المفرومه، خليكم معايا. طيب، اولا هحتاج فلفل الوان، فلفل رومي يكون مش حراق، يعني يكون حجمهم متوسط. انا حاولت انهم يكونوا كلهم حجم متوسط، بس للاسف الشديد ده اللي لقيته. الكميه بتاعه الفلفل على حسب رغبتكم، يعني على حسب الكميه اللي انتوا عايزين تعملوها. وهحتاج طبق لحمه مفرومه. مرحب يا هلال، أهلاً. كمان هحتاج بصل على حسب كمية اللحمة المفرومة اللي هنعملها. احنا هنا كنا بنعمل لحمة مفرومة بزيادة عشان حاجات تانية، فعملت بصل بكمية زيادة، فمثلا عيبة اللحمة المفرومة بتاخد لها بصلتين صغيرين وهكذا. وكمان هحتاج جبنة موزاريلا. هبدأ اقطع البصل نصين عشان احطه يتفرم. بعدين هولع النار على طاسة فيها شوية زيت. هرجع اقول انا حاطة زيت كتير علشان عملت بصل كتير، لكن انتوا حطوا شوية صغيرين، يعني على حسب كمية اللحمة المفرومة اللي انتوا بتعملوها. وبعدين هضيف البصل علشان نحمره. لما البصل يدبل شوية وياخد لون، هبدأ أضيف اللحمة المفرومة عليه ونقلب كويس عشان ما تعملش كلكية. بعدين هبدأ أضيف التوابل على اللحمة. هحتاج أضيف ملح، أنا هنا بستخدم الملح البحري عشان كده لونه وردي شوية. وكمان هحط توابل اللحمة وشوية قرفة وفلفل. ونقلب كويس. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإلي. لما تستوي اللحمة هبدأ أجهز الفلفل عشان نحشيه. هبدأ أقطع الفلفل من فوق بالشكل ده، بس مش للآخر، يعني علشان تكون زي غطا للفلفل. بعدين هبدأ أنظفها من جوه من كل الحاجات اللي فيها، البذور والحاجات اللي على الجوانب دي، عشان يكون نظيف من جوه. هجرب معاكم واحدة تانية علشان تشوفوا الطريقة ازاي. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصار. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ وعدك صار وصال، نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.
بص، وانا بنضف لقيت ايه، لقيت طلع من ديت زي فلفلايه كده صغيره، كانت شكلها يعني هتبقى فلفلايه تانية. سبحان الله شكلها عامل زي الجنين، يعني شكلها كيوت قوي. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعد. دلوقتي هبدا احشي الفلفل باللحمه المفرومه، فهجيب صينيه بايركس. مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. وابدا احشيهم وارصهم بالشكل ده. صبرا ناخذ اجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل اهلا، لان رمضان يجمعنا. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. بعدين هضيف الجبنة الموتزاريلا عليهم، مش هحط كمية كبيرة ولا شوية صغيرين جدا، يعني تكون الكمية متوسطة، وأحاول أخليها إن هي تغطي جميع أجزاء الفلفلية من جوه. ولما أخلص هغطيها بالغطا بتاعها وأرصها في البايركس. هكرر نفس الطريقة مع الباقي. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. وبس نخلص خالص، هضيف نص كوباية مية في البايركس وعلى الفرن. الكمية اللي انا عملتها دي تقريبا اخدت مني نص ساعة سوا. ما تنسوش ان كل حاجة مستوية، يعني احنا بس مستنيين الفلفل هو اللي يستوي والجبنة تسيح. ازاي كنت بعرف ان هي استوت؟ كنت بغرز السكينة في الفلفلاية، لو دخلت بسهولة خلاص يبقى هي كده استوت. وده كان شكلها النهائي. لون الفلفل بصراحة يجنن، الوانهم كلهم مع بعض تفتح النفس، وطعمها كان روعة. طبعا تقدروا تضيفوا صوص حراق يعني في اللحمة نفسها، او في يعني في الفلفلية بعد ما تحشوها باللحمة، لو انتم من النوع اللي بيحب الحراق. بجد كانت لذيذة قوي وخفيفة، اتمنى ان انتم تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا شير للفيديو مع اصحابكم الجعانين. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب لأول مرة تشوفوني. باي باي.